صباح الخير يا حلوين. اليوم درسنا حل تدريبات موضوع أنا وسائل أمي التدريب الأول. اقرأ وأكمل. بالبداية نقرأ الكلمات ونحل على نفس النمط. صحن، صحون. هنا أنا عندي جمع الكلمات. صحن مفرد، صحون جمع. صديق، أصدقاء. ضيف، ضيوف. صغير، صغار. ملبس، ملابس. راح أجمع كلمة مدرسة. مدارس. بنت، بنات. ولد، أولاد. أحسنتم. تلميذ، تلاميذ. دفتر، دفاتر. التدريب الثاني أيضا أقرأ وأكمل. شمس، الشمس. هنا شنو اللي صار؟ هذاك التدريب الأول عندي جمع، هنا أنا راح ندخل التعريف على الكلمة. ضيف، الضيف. صغار، الصغار. طبيخ، الطبيخ. درس، الدرس. سيارة، السيارة. رمان، الرمان. زيتون، الزيتون. التدريب الثالث اقرأ. الأسبوع سبعة أيام، كليتنا حاضرين أيام الأسبوع أيضا نقرأها أنا وأنتو. السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. أجب عن الأسئلة. راح نبدي نسأل. ما اسم هذا اليوم؟ اسمه الاثنين. ما اسم اليوم الذي قبله؟ شو اسم اليوم اللي قبل الاثنين؟ أحسنتم، الأحد. ما اسم يوم غد؟ الثلاثاء. ما اسم اليوم الذي بعده؟ شنو اليوم اللي بعد الثلاثاء؟ الأربعاء. ممتاز. ما اسم يوم أمس؟ الأحد. ما اسم اليوم الذي قبله؟ شنو قبل يوم الأحد؟ السبت. ما اسم اليوم الذي ينتهي فيه الأسبوع؟ اسمه الجمعة. واجبنا يا حلوين كتابة التدريبات، كل تدريب بورقة بخط حلو وواضح مع الجواب.